واحدة من أشهر مكونات أطباق الإفطار في الكثير من الدول، الحلاوة الطحينية أو الحلفة، وهو الاسم الذي تعرف به في تركيا واليونان وإيران ودول البلقان. فما أصل وتاريخ الحلاوة الطحينية ومن أين أتت؟ يعتقد الكثيرون أن أصل الحلاوة الطحينية تركي أو هندي، إلا أن أقدم ذكر تاريخي لوصفة الحلاوة يظهر في مصدرين يعودان إلى بلاد الشام والرافدين. المصدر الأول هو في كتاب الطبيخ لابن سيار الوراق البغدادي بالقرن العاشر، وجاء الذكر الثاني لوصفة الحلاوة في كتاب الطبخ العربي للكاتب محمد بن حسن البغدادي سنة 1226، ويعود تصنيعها إلى عهد السلطان سليمان العظيم، وهو السلطان الأطول حكما في الإمبراطورية العثمانية، الذي كان لديه مطبخ خاص بني بجانب قصره، حيث كان هناك 30 نوعا من الحلوى تحضر له. ومن بين هذه الحلويات نوع تم إنتاجه من طحينة السمسم. انتقلت وصفة الحلاوة بعدها إلى الرومانيين الذين بدورهم نقلوها إلى أوروبا، وهي الوصفة التي وصلت إلى أمريكا في أوائل القرن العشرين عبر المحيط الأطلسي. كما انتشرت الحلاوة في الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وآسيا الوسطى وشبه القارة، وفي كل دولة تنتقل إليها بتغيير اسمها ومكوناتها قليلاً أطلق عليها المصريون حلاوة وخلطوا معها الفستق واللوز أو الصنوبر، بينما أضاف إليها الهنود المنتجات الإقليمية مثل السمن وجوز الهند والتمر، وتقدم في الهند كتحلية بعد الوجبة. وكذلك في اليونان الحلاوة معروفة كحلويات يونانية تقدمها المطاعم اليونانية بعد الطعام كتحلية مثل الهند. أما في تركيا فلها شهرة كبيرة وتستهلك أحياناً أكثر من الجبن كجزء من وجبة الفطور، لكنهم أضافوا لها خضروات وحبوب مثل الفول والعدس والجزر واليقطين والكوسة. أما في جنوب شرق آسيا والهند فأضافوا إلى الحلاوة اليام والسميد وطحين القمح وطحين أنواع أخرى من الحبوب. أما في الصومال فتحضر كنوع خاص من الحلاوة الصومالية، بحيث يطبخ السميد مع الزيت حتى يصبح القوام سائلا سميكا، ويضاف بعدها دبس سكري وتخلط جيدا وتترك لتبرد. ولا يستعمل السمسم بهذه الوصفة، فهي مختلفة قليلا عن النسخة العربية. والوصفة نفسها تستخدم كذلك في اليونان وأرمينيا وإيران وأذربيجان وتركيا بجانب الحلاوة العربية. أما في المغرب العربي فيطلق عليها حلوى شامية، وتحضر بالوصفة العربية مع الطحينة، وتضاف إليها فواكه مجففة مع المكسرات.